هيتس ميوزك هيتس ميوزك هيتس ميوزك دورة بين الموسيقى والسينما وآخر الأخبار الفنية. هيتس ميوزك كل سهرة سبت على الحياة فات زهرة الحياة. دماج ترجعنا معاكم على موجية الحياة في 90.3. دماج الغنية اللي كتبها استرومايي اللي زادا نعرفوه اللي سدي جا حكينا عليه معناها الحصة اللي فاتت في هيتس ميوزك ومعاه فلوريان وأوليفي أردونيز ولكن ما زادا نعرفوهم باسم بيك فلوي أولي في 2017 اللي كتبوها وغنيوها ولحنوها. غنية كانت ياس كرياتيف وإن كانت إنها تجمع بين حكاية أربعة بيدي اللي قاعدين يعانيوا في برشا مشاكل اجتماعية واللي كلماتها ما كانتش من فراغ كانت وراها برشا معاني وبرشا نقد المشاكل الاجتماعية اللي يعيش فيها شباب اليوم مش شباب كهو الناس الكل قاعدين يعيشوا فيهم كيما الرهبان الاجتماعي اللي هو نوع من الحشمة اللي يخليك تخاف باش انك تاخذ كلمه اون بوبليك. الغنيه اللي حكيت على الخوف زاد من انك تستغل الفرص وان كان الرفران نتاعها فوميو فيفغ افيك دو رومارك كافيك دو ريغري. دماج من البوم بيك فلوي أولي لا فري في اللي خرج في 23 جوان 2017. للاسف بيك فلوي أولي عملوا بوز صغيره في 2020 بعد برشا بريسيون في وسط تورني نتاعهم مش تورني بركة برشا تورنيات توليو ورا بعضهم وين كانوا زادا هبطوا دوكيمونتير على نتفليكس يتحطوا فيهم على المشاكل اللي صارت ما بيناتهم اللي خليتهم يوقفوا الموزيك قبل ما يرجعون. إن عم رجعونا العام هذا في 2022 بألبوم جديد برشا أفكار برشا موزيكا. بيك فلوي أولي خرجوا ألبوم جديد لزوت خسينو في 24 جوان 2022. تو نخليكم مع غنيتهم جديدة من الألبوم جيتي بالا.